مشكلة مع العشوائي في التصوير. سم واش الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم شفت لكم شي حاجه جديده، كيف ما كل مره تنفاجئكم بشي حاجه جديده. الفيديو ديال اليوم كاين فيه واحد السيربرايز جديد، واخا ديما غادي يكون سيربرايز، غيبقى ديما السيربرايز، ديما المفاجآت، حيت كيعجبني انا هذا الشيء وانتم كيعجبكم هذا الشيء، ان شاء الله غنكملوا فيه. غير هو الفيديو هذا فيه جوج بارتيات، البارت الاولى اللي غتفرجوا فيها دابا والبارت الثانيه. الا بغيتو نلوح لكم البارت الثانيه اقرب وقت، تبارطاجيو هذا الفيديو الماكسيموم في الواتساب، صيفطوا كاع صحابكم صحاباتكم اللي عندكم في واتساب كيعجبهم بحال هذا المحتوى. واي واحد تفرج في الفيديو يخلي لايك ويخلي شي كومونتير ولا جوج ولا ثلاثه باش الفيديو يطلع. الا درتوا هاد ثلاثه الحوايج اللي قلت لكم في اقرب وقت غنشوف التفاعل، غنلوح لكم الفيديو البارت الثاني. غادي تكونوا شفتوا التصويره في المينياتور، غتكونوا عرفتوا السيربرايز ديال اليوم. وفينا هو؟ واحد جوج اوب هو كاميليو، سبحان الله. كي زعما تشوفوها عن قرب بالعين ديالكم راه شي حاجه فيها بزاف، ما تبقى تشوفو تقول سبحان الله سبحان الله. اشوف رملوية على يدي ديال على ويلي على صبعي، واحد الحاجه الغريبه هانتوما ما يشبه لكم مزيان. دابا هذا ماشي هو اللون ديالها، اللون ديالها هي صفر صفر، جاي ما بين صفر وما بين الباج، ولكن كل مرة تنطلع لها كنلقاها بدلاتو، حيت أنا فاش خديتها صفرا، مكانوش فيها هاد النقاط قهويين وكتبان لكم بحال كلشي جاية شوية القهوة، كتبدل اللون ديالها، هاد راهي فما كتعد مكدير حتى شي حاجة، زعما أش كيقولو لها ديك السمية، ماشي سوفاج زعما، مولفة بنادم. هاي شنو نحطها هنايا ونمشي بها في اي بلاصه، ما تطير ما تنقز ما والو، كتبقى في حالك. ها ندير لها في حالك. طيب الديكور ديالها تبارك الله زوين، شي حاجه واعره. غنجرب نحطها فوق شي حاجه ونشوف واش يتبدل لها اللون، واش تاخذ اللون ديال ديك الحاجه اللي غنحطها فوقها، وغنصايب لها البلاصه ديالها فين غتبقى ديما. هاي دابا الا رجعتوا للفيديو فاش بديتها كيفاش كانت، وشوفوا دابا بان لي اللون ديالها تبدل او ولا مغلوق، هذوك اللعيبات القهوين، هاد اللعيبات القهوين ولاو مغلوقين، واش يبان لكم الفرق ولا ما يبانش لكم؟ هي كتبدل اللون ديالها فاش كتخلع، وفاش كتبغي تاكل الا جا الجوع، وكتبدل اللون ديالها عاوتاني في البلاصه اللي تبدلات عليها، كانت شي بلاصه مظلمه ولا كانت شي بلاصه مضويه بزاف. كاين ديك القضيه ديال كتحطها فوق شي حاجه كتولي في اللون ديال ديك الحاجه، باقا ما جربتهاش. غنغسل لها هاد الحجرات هادو كوكياجات، وغنغسل لها هادي وغنديرها فيها. غسلت هاد الحجر هذا، نصبو عليه الماء، هادي تاهي خاصها تغسل مزيان، نخليه غادي تنشف هنا، قلبو على فمها شوية، هادو تاهما نشفو. هذا راه هذاك الحجر الصغير الملون تيكون في الكواريوم، هذوك كوكياجات كبار. بغيت هربي طلع طلع كل عينين ديالها،
هاد الصباح صباحا نشيطة، البارح كانت ما كتحركش كاع يعني. دابا مع الشمس هما قال لك في سويت عليهم، قال لك عزيز عليهم الشمس، هذاك الدفء اللي كياخذوا منا سميتو الشعامة فوق البنفسجية، باش يعطيهم ديك الطاقة باش يتحركوا ويكونوا نشيطين. يلا سيري سيري. حطيتها فوق هاد اللعيبة، مش عارف شو علاش حطيتها ولا ما عارف شوش حطيتها على هاد اللعيبة خضرة، نشوفوش اش بدل اللون ديالو ولا ما بدلوش. الشيش دابا انا اقسم بالله انا اللي مريح له بالي بدلات اللون ديالو، ما ولاش خضر ولكن تبدل، هانتوما دوك النقاطي ولاو كحلين. عشان حادي معاك نشوف اقل ديتاي كنشوف، دابا دوك النقاط ولاو كحلين بزاف، شويه غيتفتحوا غيولي اللون ديالها بحال الصفر، ما كتبقاش بان فيها شي حاجه قويه ولا كحله كاع. ما عادش ليش شو نتوما، هانتوما والله تبينها. رجعوا وقفوا الفيديو ورجعوا شوفوا اللقطة اللي في قبل من هذه، في اللي حطيتها كانت فاتحة شوية، دابا ولاو اللعيبات هادو ولاو كحلين. هذيك اللعيبة ديالها غتكون نشفات، ولكن باقا عرقانة مع الشمس والماء، ندير لها كلينيكس ونمسحها. هاي دابا أخيرا وجدات الكوكياج اللي كنت كمان نحط عليها، شايف تمسح قصير. حط عليها بحال هكا كتوقف عليها. وهاي كاميليو، كاميليو هاي روجدنا لها البلاصه ديالها. شو 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 بغيت خايف زعما بغيت تهرب، فين غادا فين؟ اجي طالع دابا راه دخل البلاصه كتبي، حطيناك هنا يتشمش شي شويه. والله الا ما كرهتش نصورها لكم في ذاك اللون اللي قلت لكم فحال الصفرة، اما فيهاش هاد النقاط كحلين كاع، كنت دابا خصني نتسنى حتى تحول لديك اللقطه وغنصورها لكم. دخلي دابا البلاستيك ملوية ليا على هادي صافي طلقي مني. شو الديل ديال بغا طلع مازال غنتقاد ليها غندير ليها شي عود تمايا، باغي نلقى لها شي عود على قد هادي يدخل فيها وميبقاش خارج من الفوق، ولا تبقى تريح فوق باقي كاع ما لقيتو. هاي هنا فين غادي تبقى كاميليو ديما مريحة معايا، هنا في البيرو هي
جالس هذا هو الكوان ديالو. هانتو ما لاحظتو هانتو اللون ديالك ولا قهوي عاوتاني ولا دابا مغلوق، وما كتكونش هي فحال هكا، كتكون فحال هاد اللون، هذا فحال اللون الصفر، هذا فحال كتكون فحال هكا. سبحان الله راك تبدل اللون ديالها. وشوفوا دابا اللون ديالها كيفاش ولا، هانتوما دابا بدات تغلق بزاف كاع، ما عرفتش واش خايفه ولا ما عرفتش. دابا شي ثلاثه الالوان اللي بدلاش، غنتسنى حتى تبدل داك اللون اللي قلت لكم بالصفر، وغنحاول نصورها لكم باش فهمتي، ما تقولوش راه داوي، نتصورها لكم وغادي تاكدوا. ها هو لون اخر مفتوح شويه على اللون اللي كانوا قبيله، شو هذا دابا بدات كتفتح، على قبيله كانت مخلوعه. مكرهتش هاد الفيديو وصل مليون لايك، تقدروا توصلوها وتقدروا ديروها مصعيبا، ولا اي واحد تفرج دار لايك وبارطاجو وخلي كومونتير، نوصل مليون لايك اسهل طريقه. يلا على قبل كاميليو وعلى قبل انا باش ندير لكم فيديوهات بحال هكا، فرقعوا لي لايك، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.